أول الدول بصوتها الرشيد ودبلوماسيتها الرصينة، تكون من أول الدول التي تنادي من أكتوبر الحالي، وهي دائما ما تنسق، وتحولت القاهرة إلى مطار. بالإضافة إلى وصول عدد من الرؤساء والقادة والزعماء. هذه القمة، قمة القاهرة للسلام، واستقبل من الوفود المشاركة للدول كتمثيل رئاسي. نتحدث عن الفلسطيني الذي وصل منذ قليل، محمود عباس أبو مازن، وأيضا رئيس وزراء الآلاف من الشهداء من المدنيين العزل في قطاع غزة. إلا قبل دخول هذه المساعدات لإغاثة الأهالي، قطر ممثلة في الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وجنوب قطاع غزة، نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي على أراضي قطاع غزة. مصر حمد بن عيسى آل خليفة، وأيضا العاهل الأردني، وبجواره الرئيس محمود عباس.